السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، من أنت؟ أنا يوسف. هلا خالتي، شلونك؟ تمام بخير الحمد لله. إيش أخبارك؟ تمام، أنت شلونك؟ أنا الحمد لله بخير. أمك شلونها؟ أمي تمام وتسلم عليك وايد. أنا أسف على إزعاجكم، بس بوكيه الورد برشدة أمي. على سلامة سمر. هي عاد أمك سنعة وتعرف السنعة. قول لهم فواز تقولك مشكورة ما قصرتي. العفو، يوصل إن شاء الله. ودام منك جاي بهالشمس لازم التغدى عندنا. لا ما علي خالتي، ما أقدر. أنا ما عندي ماكو، ما أقدر، لازم التغدى عندنا. اسمحي لي خالتي، أمي بروحها بالبيت، لازم أكون قدامها على السفرة. إي صح، المسكينة بروحها. خلاص عيل، قول لها لازم باكر تيون تغدون عندنا. إن شاء الله، حاضر. يلا مع السلامة. حياك الله، مع السلامة. حرام هذه متزوجة. لو حامل بعد. صدق الدنيا حظوظ. الله، يا حلات هالورد ويا حلات ريحته. صدق ما قصروا، كلهم ذوق. هذا ولد رفيقتك اللي ذيك المرة شفناها؟ إيه، هذا ولد فايدة، اسمه يوسف، وحيد أمه، ما عندها غيره. شفتي شلون؟ خوش ولد ومؤدب. ايش علينا من احنا؟ وانتي قاعده ما عندك شغل؟ 24 ساعه مجاب لها اللابتوب ولا التلفزيون؟ وي ما يعني ايش تبين اسوي؟ انا بفهم ايش تبين اسوي، بعدين هذا مو لابتوب، هذا ايباد. لا عيوني، لا تسوين شيء. 24 ساعه اكلي وشربي ومسحي ايدك بالطوف، وخلينا انا واختك نشتغل، خدم عندك. تبين اسوي لك مساج ولا لا يما؟ الله يا ريت يما. ويع ان شاء الله ويع. قومي قومي غسلي صحوني، قلاصاتك فاش، قومي اشتغلي يلا. انتوا كيف تبون الواحد يشتغل؟ اقول لا تطولين لسانك، ويلا اهو قدام المطبخ. يلا يلا، وانت بعد وياها، يلا قدامي، يلا انتوا الاثنين. بنات اخر زمن. الله. السلام عليكم. هاي ابو حيدر، ايش فيك؟ ايش فيك صافن؟ ما فيني شيء، بس كنت سرحان شوي. شلون الجامعة؟ زين الحمد لله. اشوف اليوم راد مبكر. اي بخلص محاضراتي وباكر اطلع. خير ان شاء الله يا حيدر. ايش فيك صافن وتفكر وسرحان؟ ايش فيك يا وليدي؟ تبي الصدق؟ اليوم ما شفت نشور بالجامعة، وسياراتها من امس مو صافطة عند باب بيتهم. بيني وبينك شفت اماني جاي ويا بدر رايلها وياها امها، وشكلهم كان يعني ما ادري، انا شكيت، خايف الصراحه، حاسس انه في شيء. وليش ما قلت لي؟ يبا خفت ان انا قاعد اتوهم ولا قاعد يتراوالي يعني. ايش تراني؟ ايش رايك اتصل فيهم؟ طرت على بالي هالسالفه، بس قلت اخاف يقولون ايش فيهم هذيلا، قاعد يراقبوننا ولا حاطين عينهم على البيت. اي صاد صاد. إيه لا صدق، تدري عقب الغد تروح تطق عليهم الباب، تسأل عن أخبارهم، تقصة شوف ايش فيهم. ليش ما تدقون علي أدرس العيال؟ إذا فيهم شيء بيقولون لك. إيبا أروح الحين؟ ها لا يا أبوك، قاعد استريح. ايش فيك مستعجل؟ عقب الغد. إيه عقب الغد. بارك الله فيك. يا آني بها. إيه ما يخالف. قبل الوصول إلى المغرب يوم غد. ايش فيه هذا بعد ما يشرب؟ وعي ملاءت شفتي؟ اشتغلي وانتي ساكتة. نعم. شكله ما في سلم. روح. انا ساعدك. وخري مينونة، انت مو صاحية، مو زين، علب بطنك هو. شوية بس بطلعك. ما له داعي، هو الظاهر السلندر خلص. خلنا نروح اشوف غرفة السايق فيها سلندر، إذا فيها موجود أيب. وخري وخري وخري. شذي غسلة؟ تدري بس روح صالح. لا 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 يا قلبي، انتي قبل شوي تقولي لي روحي غسلي، وحين تقولي روحي الصاله. اسفه، روحي الصاله يلا. زين زين. اي 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 اي
سمر سمر ايش فيك؟ شنو سويتي؟ سويتي بطني بس. ايش في بطنك؟ يا يما يما الحق علي يما الحق علي يما بس 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 ايش فيكم؟ سمر ايش فيك يما؟ ما سويت شي بس شلت حركت السلندر وكذي. ايش فيك الله يهداك؟ مو قايلة لك ليش لا تحطين ايدينك بشيء؟ امشي 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 ارتاحي امشي. هو ينكر ادعمه ومو راضي يعترف. زين البنت صار فيها شيء؟ البنت بالمستشفى بغيبوبه. وهالبنت شو مطلعها بتالي الليل بهالشوارع؟ زين يمكن لاقيها طايحه او مدعومه. واثار الدم اللي على السياره؟ والله يا حضره المحقق انا ما ادافع عنه، انا اعطيك احتمال. لا تعطيني احتمالات، هذا شغلنا. زين والسايق؟ السايق محبوس اذمه التحقيق. سلام. شلونك؟ الحمد لله بخير. ما راح تغني لي اليوم شنو؟ والله ما لصق حيدر. ايش فيك؟ امي ويا اختي امان ويا عمي بدر رايحين المستشفى. ايش عندهم المستشفى؟ ان اختي نشور هناك. زي ما علي حبيبي لا تفكر وايد انت. دش تذكر الدرس اللي اعطيتك اياه؟ دش راجع يا حبيبي زين؟ يلا حبيبي. طالع وجهك شلون صاير؟ ايش فيك كذي يا محمد ما كنت تهتم بعمرك؟ بعد شو اسوي؟ كله منها. لا مو منها. منك انت. لا تحط اغلاطك على غيرك. خالت شلون يعني؟ بتعيدين الحج كل مره؟ لا انا جاي اتكلم عن موضوع ثاني. اي موضوع؟ ابوك يبيك ترد البيت. اي بيت؟ بيتنا. بيت امك وابوك. هل هالحكي ابوي قال لك اياه ولا انت من كيفك قاعد تقولين؟ والله تبي الصدق يا محمد. ابوك كابر وصعب يعبر عن مشاعره. هو قالها لي بطريقه ثانيه. واللي فهمت انا يبيك ترد البيت. زين وهالشقة؟ هالشقة موجودة ما راح تطير. لا انا قصدي ان يمكن الامور ترد انا وسمر ان شاء الله لهدت النفوس بينكم ورديتوا حق بعض هالشقة لكم ما راح تروح حق احد. بس انا اقصد ان قعدتك هني ما تستحش بروحك. بعد شو اسوي؟ تعودت. مرة ثانية ما راح تقعد بروحك، والبيت موجود وقت ما تبتيه تعال، بس انت قرر ولا ما ولهت على دلالي؟ بلى، بس خليني افكر شوي. وعد؟ وعد. امي مسكينة طول اليوم تبكي، وبالليل ما تنام، تفز من نومها تقعد تنادي على ابوي، واللي مخرعنا ان امي فيها ضغط وسكر، صدق 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 خايفة عليها، ما اعرف شو اسوي. ما أدري شو أسوي. أنا هني أونس الناس وداخلي أبكي دم وأرجع البيت أواسي أمي وأخوي مو مخليني في حالي كل ما يشوفني يهددني ويتوعد فيني. قطيع هذا إيش فيه بعد؟ ليش ما يخليكم في حالكم؟ إيش فيه؟ إيش فيه بعد؟ ما أنا كلها عنده قبل. ما أعرف شو أسوي. شنو يعني؟ اللي طاح الجمل كثرة سكاكينة؟ الله كريم لا حول ولا قوة إلا بالله. مش أقول بعد. زين خلاص دانا أنت لا تضيقين خلقك. إن شاء الله بيرجع كل شيء نفس ما كان وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب الله يسمع منك.
يلا دانا جاهزة نشوت المشهد. إيه جاهزة. يلا يلا شباب ستاند باي. حبيبتي روحي ورا المونيتور شوفيني وقولي لي رايك بعدين. يلا نبلش؟ يلا. حضرتهم؟ اي تفضل. يلا. يلا ستاند باي شباب داير صوت. 3 2 1 اكشن. صدق ان ابوي كان طول الوقت مشغول عنه ولاهي. يعني عمره ما سالني شلونك؟ شلون دراستك؟ منو ربعك؟ منو ترافجين؟ وين تروحين؟ وين تين؟ بس هم ابو مقصر علي. وجوده بحياتي وايد مهم. لا طعم ثاني. أعطني الحرية وفلوس ولا عمره وقف قدام طموحي ولا أي شيء أبي. وينك أيوب؟ وينك أيوب؟ تعال شوف أخوي شو مسوي فيني. كار برافو برافو برافو. سعيدة إن شاء الله. زين دكتور توقعاتك متى تصحى؟ يمكن النهارده يمكن بكره والله أعلم. دكتور أنا محتاج إنها تصحى. البنت هذه قضيتها غريبة. لو حضرت محقق إنه بإيدي شيء كنت ساعدت. إذا في شيء بلغني دكتور. إن شاء الله. شكرا دكتور. سلام. أمس طول الليل وأنا قاعدة أسولف مع أم محمد بالتليفون. قلبها معورها على ولدها وعلى اللي قاعد يصير فيه. الود ودها ترد اليوم قبل باكر الكويت، بس علاج ابوها للحين ما خلص. وانتي الله يهداك، ليش متصله فيها؟ المره بغربه، يعني لازم تخرعينها وتخلينها تحاتي الولد؟ لا حشا، مو انا اللي داقه ابو محمد، ايه اللي داقه وقاعد تشكي وتبكي. لا اله الا الله، الله يجعل لي في الخير والصالح. ابو محمد، انا مريت محمد شقته اليوم وكلمته على موضوع رده البيت. ليش بالله؟ أحد قال لك إن أنا ميت على ردته؟ لا مو عن كذي، بس ما يصير ولدك يقعد بالشقة بروحه، لا حنيس ولا ونيس. والله لو تشوف شقته ينقمت قلبك، وسخة ومقبرة وتلوع الكبد. الخدامة موجودة، خليها كل يومين تروح تنظف الشقة. إيه مو عن سالفة خدامة تروح تنظف. السالفة إنه ما يصير يقعد بالشقة بروحه. خلاص، هو عقب ما طلق ما يصير يقعد بروحه، وبيت أبوه موجود. هو اللي معاند وراكب راسه. ما يبي يرد يعيش معاي، ايش تبيني اسوي؟ ابو سيده؟ لا معاند ولا راكب راسه، اصلا انا اليوم لما كلمته ميت على الرده، بس منحرج منك. وليش ينحرج مني؟ بيتش كبرش عرضه، يشيل 100 نفر، مو محمد بروحه، وبعدين البيت هذا اللي رباه هو واخته وهم صغار، مو عايزان عنهم وهم كبار. اي على الاقل انت ارفع السماعه عليه، قول له تعال حياك البيت موجود، يعني من هالامور يا ابو محمد. انت شو تقولين يا سلوى؟ هي عزيمة؟ ها سمعي البيت موجود، بيجي حياه الله، مو جاي حفظها الله. خلاص خلاص هد اعصابك انت بس. هلا يمه. هلا يمه، هلا فديتك، هلا يا نظر عيني. حياك يمه، حياك تعشي معاي قاعد انطرك. الله يهداك يمه، كان قلتي لي انا تعشيت مع ربعي بالدوام. ما دام تعشيت عليك بالعافيه يمه، بس تعال جابلني يا يمه، تدري فيني اني ما اعرف اكل الا وانت بجابلني. يمه ايش قاعد تقولي؟ يعني انا باكر اذا تزوجت ورحت شهر العسل مع مرتي، ايش بتسوي؟ ما اكل الا انا اكبر صورتي واحط علي على الكرسي تجابلك. لا 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 ما اعوزك، لا حبيبي ماكو زواج. عفا ليش يمه؟ ليش ماكو زواج؟
وش لك بالزواج يما؟ الزواج ما في الا عوار الراس. يما يما انت الحين كبرتيني وعلمتيني وسويتيني مهندس، ليش علشان اقعد بالبيت انا وياك ونجاب الاربع اطواف؟ ما يصير يا يما. ما ودي تشوفين عيالي، ما ودي تصيرين يده. ايش فيك انت؟ ايش تبي تسوي؟ تبي تكبرني؟ لا حبيبي اقعد كذي. بعدين اخبر الام هي اللي تحن على ولدها انه يتزوج مو العكس. عسى بس ما شايف لك شوفه. وين شايف لي شوفه؟ انا قاعد اروح مكان، من البيت للدوام، من الدوام للبيت، ما قاعد اروح مكان. ما يخالف يمه، شعب عليك بالعافيه. يلا يلا اكل معاه، اكل من ايدك. لا يمه عليك بالعافيه، انا تعبان ما انا مشتهي. اكل يمه، يلا حبيبي فديت قلبك. هاك يمه من عندي من عندي. بسم الله عليك. شلون عصير الزبد؟ ان شاء الله حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد الله يا جماعة أن أنا هالبنت هذه أعرفها زين، نشور مثل بنتي، أعرفها مثل ما أعرف ولدي حيدر. البنت تربية وحسن أخلاق. يا جماعة أكيد في غلط في الموضوع. حسبي الله على اللي كان السب. والله يا أبو حيدر بنتي وأعرفها زين، ما عندها هالسوالف. والله أعرفها زين. صدقت يا أم سالم. المهم لا تحاتي. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يظهر الحق. ولا ينسى عباده. ونعمة بالله، ونعمة بالله. حيدر، أنت معنا بالجامعة. ما تدري مع منو تمشي، مع منو تقعد هناك. ترى هالمعلومات تفيدنا. الصراحة أنا أعرف أشكال رفيجاته، بس يعني ما أعرفهم شخصياً. صدق؟ إنزين حيدر، لو سمحت ممكن تجيب لي أسمائهم وأنا بتصرف. إن شاء الله بحاول. أنا مرة كنت بالجامعة وشفتها مع واحدة تقول إن هي رفيجتها، ما أدري اسمها، كنا سهى سمر. هي عدل ويانا واحدة بالكلاس اسمها سمر. زين لو سمحت حيدر جيب لي رقمها وقول لها دكتورة أماني تبي رقمك ضروري. إن شاء الله دكتورة لا تحاتي، أنا بحاول أطمنكم إن شاء الله. تطمنوا يا جماعة، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يظهر الحق. إن شاء الله. الله يسوي اللي في الخير والصالح. أوف. يا اخي ما ادري ايش فيك مكدر نفسك على كذا. ليش؟ قلت لك من اول عيش الحياه، الحياه حلوه. مو كل غلطه قديمه توقف عندها الدنيا. هذه مغلطة. ظناي جاي بالطريق. ظناك ظناها وظناها ظناك، يعني ماكو فرق. بعدين افرض لا سمح الله ما ردتوا حق بعض، تقدر تشوف ولدك او بنتك بالاسبوع مره شرعا وقانونا يحق لك. اخي اخذها او اخذها وياك، مدينة ترفية ما فيها شيء. قاعد احس شريط حياتي قاعد تنعاد مره ثانيه. قصه امي وابوي قاعد يشوفها فيني انا وسمر. أكثر أخاف تمنعني وشوفت ولدي. تعود من إبليس وشيل الأفكار الشينة هذه عن بالك. إيش تبيني أقول لك؟ أكذب عليك؟ هذا الصج بعد. البيت داقين عليه. رد يمكن أبوك؟ أكيد بيكلمني موضوع سمر، إيش بيقول يعني؟ رد أنت وشوف. ألو. هلا يبا. تمام الحمد لله. لا انا قاعد بكافيه قاعد اكل. الله يعافيك. خير شفيك يا ولدي؟ ما يصير تقعد بالشقه بروحك وبيت ابوك موجود. البيت بيتك وبيبانه مفتوحه لك 24 ساعه. ان شاء الله يبا، انت تامر امر. يا ولدي البيت عود وما في الا انا وخالتك سلوى واخوك علاوي، ودام انك صرت بروحك تعال اقعد معنا. ان شاء الله يبا. اسمع يا محمد، إذا رديتوا إن شاء الله حق بعض بتقعدون عندي بالبيت، مالكم طلعة مو لي. إن شاء الله يبا. يلا يبا سلم على رفيجك وباكر إن شاء الله أنت عندي في البيت. يوصل يبا. تامر على شيء ثاني؟ يلا مع السلامة يبا. مع السلامة، حفظك الله. ها علي استأنست يبا الحين؟ يا بعد عمري يا أبو محمد،
لا خلا ولا عدم منك ان شاء الله، طول عمرك طيب. الله اكبر، وين الحكي هذا من زمان؟ توه طلع الحكي ها؟ زين قومي انا جوعان، سوي لي عشاء. حاضر، من عيوني الثنتين، احلى عشاء لك. شو السالفه؟ شوف اليوم قاعد تغزلين فيني. ها، ريلي ما يصير اتغزل فيك. الله يعطيك الصحة ويخليك لي إن شاء الله. آمين. إيبا، هذه الابتسامة الحلوة اللي بشوفها على وجهك. إيش قال لك الوالد؟ ولا سر ما تبي تقول؟ لا مو سر. يبيني أرجع البيت. هذا الصح، شلون عيل؟ صدق عاد. إذا رجعت البيت راح أنساه. كل شيء حولي بالشقة يذكرني فيه. كل شيء حولي يذكرني بشيء. الأماكن. وفايد ايش فيك؟ انا ما قاعد غشمر. ولا انا قاعد غشمر. انت ريال تعرف مصلحتك زين، ايش ناطر؟ تحرك. بعطي نفسي فرصه. اذا ردينا بعيش بشر. واذا ما ردينا برجع بيتي. انت زميلتها بالدوام معاها 24 ساعه. ما تعرفين شيء؟ أنا مالي شغل فيها، علاقتي فيها بس مجرد زميلة بزميلة. أبو سلطان، شنو طبيعة علاقتك فيها؟ حضرة محقق، أنا واحدة محترمة، وعلاقتي بأبو سلطان إنه مديري بس، ما في شيء بيني وبينه. ما عليك نورة، حقك علينا. هذه طبيعة أسئلتنا، خاصة مع المشتبه فيهم. يعني أنتوا شاكين فيني أنا؟ لا إحنا ما قلنا كذي. أو قصدي إنك تعرفين شيء وساكتة. لا 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 لا، أنا ما أعرف شيء، أنا مالي شغل. حضرة محقق، أنا بمشي. بس ها، يمكن نتصل فيك ونستدعيك بأي لحظة. انا الحمد لله بخير. امك شلونها؟ امي تمام وتسلم عليك وايد. انا اسف على ازعاجكم بس وكيع الورطه رشده امي. على سلامة سمر. اي عاد امك سنع وتعرف السنع. قول لهم فواز تقول لك مشكوره ما قصرتي. العفو يوصل ان شاء الله. ودام منك جايب هالشمس لازم تتغدى عندنا. لا ما علي خالتي ما اقدر. انا ما عندي ماكو ما اقدر. لازم تتغدى عندنا. اسمحي لي خالتي. أمي بروحها بالبيت، لازم أكون دائماً على السفرة. إي صح المسكينة بروحها. خلاص عيل قول لها لازم باكر تيون تغدون عندنا. إن شاء الله حاضر. يلا مع السلامة. حياك الله مع السلامة. انتي واحدة لازم اعيش معك كم واحد؟ ليش انا سويت هالشكل هذا؟ سليني انا؟ سليني حبيب القلب؟ حبيب القلب اللي مشتاق لك. شنو هذا؟ شنو هذا؟ تخونيني سمر؟ انا اللي رزيتك وحطيتك فوق راسي؟ تخونيني مع هذا؟ من هذا؟ شنو هذا؟ ما تبي اللي قاعد يخرب بيني محمد انا ما سويت شيء. انتي مصرة تكذبين علي. مصرة تكذبين علي. انتي نفس ما كلمتيني من ورا عيلك قبل الزواج، اكيد الحين تكلمين 1000 واحد. بس خلاص. Thank you.
فيك يمه؟ ما فيني نزيف. نزيف؟ قومي خلينا نوديك الطبيب، قومي. بدر خليني انا بنام عند امي هالكم يوم. ليش اماني؟ شنو ليش اماني؟ انت شايف الظروف اللي احنا فيها؟ تبيني اهد امي وهي بهالحاله؟ والله معك حق. تبيني اظل معكم؟ والله كيفك. بس انا ادري انت ما ترتاح هني. وعندك دوام باكر. روح نام بالبيت، انت من امس مو نايم. لا لا لا. انا بظل معاكم هني، انتوا حريم وبروحكم بهالبيت. صدق؟ حريم بروحنا. اشوفك لما كانت نشور هني وطلبت منك تسكن عندنا، ما رضيت. الحين صرنا حريم بروحنا؟ ولي انت سالفتك. بس تبي تتهاوشين؟ انت اللي تنرفز. انا ما نرفز. سالفتك انتين. بس تبين تتهاوشين ثلاث مرات قبل الاكل وثلاث مرات بعد الاكل. حاشا مضاد حيوي. يوه. هاي ما سمح. ايش قال لك الطبيب؟ الحمد لله كل شيء تمام. طمنك على الجنين؟ ايه. يلا بمشي. الحمد لله يا يما. انزين قبل لا نمشي، كتب لك على الدواء؟ ايه بس بعدين اخذه، انا تعبانه لازم امشي. ما يخالف يا يما، خلينا ناخذ الدواء بالاول وبعدين اوديك ترتاحين. بعدين يما الله يخليك، ابي انام تعبانه. يلا يما. ايه يا اخوان. يا معود ما ادري ما في دوام، ادري ما راح ادوم باكر انا. لا ما بيطلع، ما بيطلع. بقعد بنام ببيتنا انا، بنام ما بيطلع. خلاص عاد خريف، ايش فيك؟ يلا اكلمك بعدين باكر. يلا. خلاص يلا خليه بس عاد لا تسأل. يلا سلام. تعال اطلع. شو اطلع؟ خلك طلع. لو افترضت ان السكرتيرة ما قتلت المحامي، ليش كانت موقفة سيارتها ورا سيارته؟ وليش كانت اخر شخص يتصل فيه المحامي قبل ما ينقتل؟ وليش كانت موجودة في مكان الجريمة؟ معقولة كل هذه صدفة؟ ايش فيها ما ترد علي؟ يا رب ايش سالفتها؟ الو الو. صباح الهول. صباح اللولش يا عيوزه. شلونك؟ بخير الحمد لله، انت شلونك؟ انا زينه، بس يا اختك صار لي دهر اتصل بدونهم قاعد ترد علي. ما ادري ايش في، خاف استخفت ولا صار فيها شيء. لا حبيبتي، صارت ممثلة، والممثلات هالأيام ما يردون على حد ولا يكلمون أحد. أصلاً نطريها كم يوم تلقانا غيرت كل أرقامها بعد. ويا عشتو، تبين أروح أردح لها راجح لا صار ولا استوى؟ هاي اللي قاصر، على شنو تشوف نفسها علينا؟ أنا ماني فاهمة، أنت إيش تبين فيها؟ ليش قاعد تدورينها؟ يمكن البنت مشغولة. بيني وبينك، أبي أروح أزور سمور، بس فش لو أروح لها بروحي؟ قلت أشوف أحد يجي معاي. أنت ليش ما قلتي لي؟ زين أنت إيش عندك؟ ما عندي شيء، قاعده فاضيه اصلا من الفضاوه، قاعده اشرب شاي. زين بدل هالقعده اللي ما منها فايده، روحي غيري ملابسك وعن الهول الزايد وخلنا نروح نزورها. خلاص الحين ابدل وادق عليك. زين مو تتاخرين. يا الهوله خلاص لا تحنين، قلت لك ببدل وادق عليك. يلا باي.
خلاص اوكي، انا بعد بغير ملابسي. يلا باي. عفوا. اقول سمر، هلا. اشوف الحمال مو مبين عليك. ان شاء الله نطلع عليه بعد كم شهر بيبين. عاد تدرين سمر، كان ودنا تكونين معانا هالكورس. الله ما كتب، ان شاء الله الكورس الجاي. ترى احنا سجلنا للكورس الجاي. يا انا بعد سجلت بالنت. انا تويتر، فيسبوك، اوكي، اما تسجيل بالنت لا خلني بعيده احسن. واي منور، انت للحينك عيوز؟ اي للحين عيوز، وعلى طار العيوز، ما تبين اهمز رويلاتك شوي؟ لا مشكوره. ازيك يا عاشور، عامله ايه؟ ان شاء الله اليوم هنشيل غرز ويخف الالم ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله، انا اسلمكم. شكرا يا دكتور. جزاك الله خير دكتور. نشور حبيبتي ولهت عليك نظر عيني. الحمد لله على سلامتك يمه. يمه ليش خل نطلع برا ونخليها ترتاح شوي؟ لا يا يمه، ماني طالعه، خلوني يمها. انا ام يمه، تعرفون شلون ام؟ قلب الام يحترق على ظناها. يمه ادري حبيبتي، بس هي تعبانه ونايمه. امشي خل نخليها ترتاح. لا لا لا، أنا بقعد هني لين تصحى. مليت وانتو تقولون لي خلوها ترتاح. مليت يما، روحي انت اذا تعبانه روحي، خليني انا بقعد هني. لا ما لها داعي، هي محتاجتكم معاها الحين، خلي الوالده تقعد. انزين حبيبتي يما، تعالي قعدي. فواز هلا، شلونك انت؟ الحمد لله، الله يسلم عمرك، كلنا طيبين. يوسف الحمد لله طيب، انت شلونك؟ شلون العيال؟ قطيع، لحظة مفواز، كوكب قطيع تقطعها من خدامه، خلت المبخر ومشت. شو تقولين يا وخيتي؟ شو تقولين؟ عيازنا واحنا نعلم واحنا نسنع ماكو فايده ابد. ولين تعلموا وعرفوا الشغل قالوا لا تزيدي معاشاتنا ولا بنمشي ونسافر. قطيعه